هيعجب صديقك الاعلامي السوداني الكبير الاستاذ السر جدور. يا استاذ. يا مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم. مساء الفل عليك. على استاذنا عدلي القيعي، ومساء الخير على جماهير الاهلي ومشاهدي القناه. الاخ الجميل العزيز السر جدور، قول لنا بعض الاسرار اللي حضرتك ترصدها. احكي يا شهرزاد. الله يخليك. لا انا طبعا سعيد جدا بالاجواء في الخرطوم وفي مدرمان حيث تقام المباراه. اجواء ايجابيه جدا وهائله جدا، والاعلام السوداني بيعكس الاشياء بصور ايجابيه. طبعا في ناس مندسين ومغربين عملوا فبركات بايخه اتقبض عليهم، ودلوقتي هم في المعتقل. وكان الاستقبال بتاع الاهلي النهارده في الخرطوم استقبال هائل جدا في المطار، استقبال من الداخليه ومن قياده الجيش، وتامين كامل للمباراه وتامين للنادي الاهلي، وترحيب كبير بوجود الكابتن الكبير محمود الخطيب، والناس كلهم متاملين ان تطلع مباراه تليق باسم الاهلي وتليق باسم الهلال، وتكون مباراه تاريخيه الناس يذكروها بالخير دائما كما يذكروا زيارات الاهلي للسودان. وافتكر جماهير السودان وفيها كثير من الاهلاويه حيكونوا سعداء جدا بوجود الاهلي، وعبروا عن ذلك خلال الوسائط الاعلاميه المختلفه. حضرتك يعني ما رصدتش اي حاجه؟ طبعا ما انتش في فندق الاقامه او لحظه. حضرتك في مصر اولا ولا في السودان دلوقتي؟ انا قاعد دلوقتي في مصر هنا. لا يبقى انت كانك في السودان بالظبط. خلاص. لا انا بتابع اعلاميا. اذا هو ده اللي يهمنا يعني، وده في حد ذاته بيقول لك لا اجواء السودان معالم على طول خلال ال 24 ساعه. التليفونات شغاله عندنا يعني. ده بيقول لك شوف الحميميه. يعني هو موجود وموجود في وسط اهله، وشخصيه جميله تعرفتني عليه يعني. لا الاستاذ السر جدور، يا ريت تفكرنا وتمتعنا كده بتجاربك الاعلاميه المشتركه مع مصر يا استاذ. لا يعني احنا كلنا عارفين من ايام راديو ركن السودان والسر جدور. 57. اي 57. انا كنت العمر 57. 1957. وكانت المشاركه لما جاء العدوان الثلاثي على مصر سنه 56. نحن عملنا برامج مدعمه لمصر ودعمه للجيش المصري في ذلك الحين. ثم وجهت لنا الدعوه سنه 57 عشان نجي القاهره نحضر عيد الثوره ونسمع خطاب الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه. وجينا، وكان ده بدايه من الزمن ذاك بقى لغايه بعدين ما بقت اذاعه وادي النيل الى اخر هذه النشاطات. يعني انت وقعت في غرام القاهره من 57؟ اي نعم. اذاعه روح السوداء، لا سنه 56 في الخرطوم. بعدين سنه 57 في القاهره، ومع النادي الاهلي من سنه 59. مع الاهلي من 59؟ ما شاء الله. من سنه 59 مع النادي الاهلي. قبليه. انت تكابتن على المهندس عدلي كده. ده استاذ عدلي ده متفرج علينا جدا. انت كان ليك مشروع اذاعي مشترك مع الراحل الكبير الاستاذ عبد الرحمن الابنودي مش كده؟ نعم. كان ايه؟ نعم، عملنا البرنامج بتاع مرسال الشوق. مرسال الشوق. اتكلمنا فيه عن مصر والسودان. من الجنوب قامت اغاني الريده تتوجه شمال، شايل المداين والجناين والعيال، تزرع اغاني الوحده فوق درب التلال، ليك يا شقيق الوادي يا ود عمي يا سمح الخصال، والجيب لشال والنيل حضر رزقه الجديد رزقا حلال، رزق الاذاهر والمذاهر والعيال، النيل قبل والقبل عال، لابس مشاح اخضر حرير ومعاه شال. الله. انا عرفت دلوقتي استاذ ابراهيم اقتبس تدفق نهر المواده منين بقى؟ انت ذكرت النيل اكثر من مره وهو اقتبس منك هذا الفكر. لا طبعا يعني وما مصر والسودان الا عشيره واهلهما الا مشوق وشيقه. الله الله. مصر والسودان بلد واحد، ما ممكن يتاثروا بالمباراه بتاعت كره قدم اي ما كانت المباراه واي ما كانت اهميتها. مصر والسودان اهم من اي مباراه، والاهلي والهلال اكبر واهم من اي مباراه، والجمهور السوداني ذكي وواعي وعارف. في ناس عايزين يعملوا مشاكل للحكومه الجديده، جايز
يستغلوا فيها المباراه يعملوا مشاكل. وانا متاكد ان ده الاكوع من كل ذلك. الغرض الخبيث يعني. طيب انت ليك انت ليك مقاله النهارده في المجله يا استاذ مهمه جدا، يا ريت تكلم الجمهور عنها. نعم. مناسبه للابداع والمحبه والاحتفال. المقاله اللي كتبتها طبعا اتكلمت فيها كلام بسيط جدا، لانه اصلا جمهور الهلال في السودان هو جمهور الاهلي. فلا يمكن جمهور الهلال في السودان جمهور الاهلي. جمهور الهلال جمهور الاهلي، دي تاريخيا مش كده؟ طبعا تاريخيا جمهور المريخ مع الزمالك. بس انت جامع بين الاضداد يا استاذ. انت جامع بين الاضداد. نعم ما قلت لك يعني يعني انت مصري اهلاوي وسوداني ايه مريخابي صح؟ وجمهور الاهلي في السودان الجمهور بتاع الاهلي بيشجع الهلال، والهلال بيشجع الاهلي وجمهور الهلال بيشجع الاهلي، يعني هي مباراه. ايوه بس انا اعرف واحد. اعرف واحد مخالف القاعده دي بيشجع الاهلي وبيشجع المريخ. انا واحد من الناس اللي بيشجعوا الاهلي والمريخ. ايوه طيب انا بقول لك انت خالفت القاعده. ما بقول لك يعني، والسفير عبد المحمود عبد الحليم برضه بيشجع على من اقطاب المريخ لكن هي بتشجع الاهلي. السفير السوداني هنا. لكن الغالبيه العظمى هناك المريخ بيشجعوا الاهلي بيشجعوا الزمالك. والهلال وطبعا جماهير الهلال، وانا رغم اني متخلفين جماهير الهلال اكبر من جماهير المريخ. ده اعتراف كويس، جماهير الهلال اكبر كتير من جماهير المريخ. طبعا اكبر اكبر اكيد. وعشان كده تجد انه دايما جماهير الهلال دايما لما يبقى الاهلي في القاهره انه مباريات او في اي مكان تلقاهم محتشمين عشان يتابعوه. فالمنظر اشبه بمقاهي القاهره، مقاهي ام درمان والخرطوم لما يبقى الاهلي بيلعب. ربنا يا سيدي يديم المعروف والله. اي كلام عن انه الجماهير تعمل تحاول ان تضايق الاهلي ولا تعمل، ده كلام ما واقع، لانه ده ناديه جاي يلعب عندي ما ممكن اعمل له مشكله. في كم اسم اهلي في الخرطوم تيمنا باسم الاهلي يا استاذ؟ دلوقتي عندك يا سيدي في الدوري الممتاز عندك من اهلي مروي، اهلي عبره، اهلي شندي، اهلي الخرطوم، اهلي مدني. دي خمسه انديه الكبيره اللي دلوقتي بتنافس في الدوري الممتاز. عندك اهلي كوستي عارف ما شاء الله، يعني الدوري السوداني الهلال والمريخ والاهلي كله. لا في ثلاثة مش اهلي. تنافس في الاسم الهلال المريخ الاهلي. الاهلي عنده حوالي 10 انديه منهم خمسه في الممتاز. 10 اهلي في السودان منهم خمسه في الدوري الممتاز. ايوه خمسه ممتاز ومنافسين، يعني اخرهم كان الاهلي مروي المدينه اللي انت مشيت الاقصر. مروي دي زي الاقصر. مروي دي الاقصر بتاعتنا. على الاهلي بتاع دلوقتي صعد في الموسم الماضي ودلوقتي بقى منافس كبير. يعني قرن الشطه جه معاك مصر مش كده ولا جه بعد كده؟ لا يا اخي ولد صغير ده جمع عندك من كتير يعني. بس انت كنت شاهد على بدايته. كنت شاهد انت على بدايه الكابتن شطه في مصر. اي طبعا يا اخي. قرني شطه، هو قرني شطه ده على فكره اللقب بتاعه ده ماخوذ من 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 من, من حمرة لونه، يعني لونه احمر وبعدين سخن. سخن جدا حامي في لعبه. الشطه سخن المباراه. صحيح يا استاذ، احنا استمتعنا بمداخلتك ودايما ليك كل الصحه والتقدير والموده. الله يخليك، تحياتي للاستاذ عدلي قيقيري. انت كل شويه تقول لي سلم لي عليه، اديني جبته لك على الهواء. لا ده هو اصله يعني شخصيه رائعه واديب ومش مجرد ان هو خف الدم. يا استاذ بقول له مره ابعت لنا صورتك. ايوه بس لا استنى. ابراهيم خد مني الميكروفون تاني اهو. لا بقول له مره ابعت لنا صوره يا استاذ عشان نحطها مع المقاله. قال لي حط فاتن حمامه وانا هبيع. قال لي حط يا راجل، حط صوره كويسه، هتحط صورتي ليه؟ ايوه لا ده انت
يعني اي مكان تزينه والله يا سر، يعني شخصيه جميله. اتشرفنا بيك يا فندم جدا. شكرا جزيلا للاعلام السوداني الكبير الاستاذ السر احمد جدور.